سيدتي الفاضلة، الحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك يا دكتور. وبص انا عارف طبعا ان ده هيبقى فيديو صعب شوية على الناس، بس في نفس الوقت كمان هو هيدي امل لناس كتير جدا جدا الحمد جدا. لله انا عارف ان القصة من اولها لاخرها كانت فيها صدمة جدا، بس رب العالمين الحمد لله كرمك، وزي ما بنتمنى انه يكرم الجميع ويكرم كل واحد بيسمع هذا الفيديو بخبر جميل زي الخبر بتاعي. فاشرح لنا من اول ما جيتي لحد الصدمة بتاعتك لحد اما كملتي لي الخروج بالسلامة بالشفاء. طبعا انا جيت لحضرتك، انا اصلا كنت جاية في موضوع تاني خالص، كان بس كان لقينا فيه كان فيه كتلتين كانوا ظهرني في الجسم، وانا جيت طبعا لحضرتك. حضرتك سبت اصلا اللي انا كنت جاية عشان اصلا ان انا اكلم حضرتك فيه، وبعدين جينا مسكنا الكتلتين دول. طبعا انا كنت روحت قبل كده في اماكن تانية عندي بدون ذكر اسماء، طبعا بدون ذكر اسماء، وكلهم ما كانوش عارفين حاجه خالص، وقعدوا يقولوا لي يعني دي حاجات بسيطه، ممكن لو مضايقاكي احنا ممكن نشيلها، ما فيش منها اي مشكله، والدنيا بسيطه خالص، ويدوني يعني شويه ايه مسكنات شويه حاجات وخلاص. لغايه ما اخدت القرار، وانا بعتبره ان ده اسوأ قرار اخدته في حياتي، ان انا فعلا توجهت لحضرتك وجيت لحضرتك على طول. واللهم لك الحمد، هي طبعا كانت اسباب، وفعلا حضرتك حضرتك كنت في اي دوله؟ انا من دمياط. سوري، انا من دمياط. لغايه ما فعلا جيت لحضرتك، وحضرتك فعلا مشيت معايا من الف بالظبط للياء، من بدانا تحاليل، بدانا فحوصات، لغايه كل حاجه ما كانتش مبينه بس الا حاجه انت واحده. انت جايه في موضوع بسيط جدا جدا جدا، يعني انت جايه في موضوع ان في حته كتله مضايقاكي بالظبط، وشايفه ان الكتله دي ان هي يعني مش لطيفه خالص، والناس كلها فضلت تتعامل مع الكتله دي بشكل بسيط خالص، ان هي تديكي مسكنات وتديكي كريمات والى اخره. بس تمام. بعدين لغايه طبعا عملنا كل التحاليل والفحوصات، بس طلع حاجه واحده، ان كان نشاط الغدد الليمفاويه عندي عالي جدا جدا. فبدانا بقى نركز على الحته دي، لغايه بقى وصلنا لنقطه الجراحه، لان كان لازم ان احنا ناخد عينه، والعينه دي لازم ان هي تتحلل. واخدنا العينات بتاعتنا، وخدنا عينات من البطن، وخدنا عينات من الجسم بالظبط. وكانت بقى المفاجاه طبعا ان انا طلع عندي ليمفوما خبيثه، وكنت في المرحلة الثالثة، وكنت خلاص على حافة المرحلة الرابعة. وطبعا انا ما كنتش اتخيل خالص ولا اتصور ان انا كنت وصلت للمرحلة دي، اللي هو سرطان غدد ليمفاوية من الدرجة الثالثة بالظبط. والحمد لله ابتديت اول جلساتي 28/10. واخدت 6 جلسات في 2، كنت باخد نوعين، البروتوكول بتاعي كان كده. لا لحظة بس، احنا دلوقتي وصلنا ان احنا بدأنا ناخد جلسات الكيماوي بتاعتنا تمام من حوالي 3 شهور. تمام، صح كده؟ تمام. ومشينا بعد الجلسات الكيماوي دي، بدأتي خطوة بخطوة تكملي المشوار ده. تمام. في اللحظة دي اللي انت تقلك فيها ان انا عندي مرض سرطاني، حسيتي بيه او شعرتي بيه؟ حسيت انها في كابوس. انا كنت بستنيه اللحظة ان انا اصحى من الكابوس ده، ما كنتش متخيلة ابدا، لان ما كانش عندي احتمال، مش 1% يعني، 0.5% ان انا حتى اكون عندي كانسر خالص. خالص. انا جاية في حاجة بسيطة جدا. حاجة مضايقاني مش اكتر من كده. وهو دي ده الحاجة اللي انا حابب ان انا اقولها للناس. طبعا. ان انت ممكن بتبقى جاي للدكتور في دماغك حاجة معينة. صح. الدكتور هدفه انه لازم يعمل جود شيك اب، او يعمل شيك اب محترم عليك لو حاجة شك فيها. تمام. وشاكك ان الموضوع ده مش ماشي في الطريق الطبيعي. تمام. لازم ان هو يوصلك لبر اخر، او يفتح لك السكة دي. تمام. وده حاجة بتحصل لناس كتير جدا. فكويس قوي ان حضرتك يعني استجابتي لهذا الموضوع، خدتي جلساتك. وبعدين ايه الخبر بقى الجميل لما انت عرفتي ان الحمد لله ان تغلبتي على المرض؟ اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. ألف حمد. طبعا انا كان قدامي، انا عايز اقول بس للجميع، هو الموضوع طبعا صعب في اوله، وبيبقى صدمة كبيرة جدا جدا، لكن انا ما عدتش فيها كتير. اخدت القرار ان انا خلاص سمعت الخبر ده هرمي ورا ظهري، وعلى طول هكمل طريقي، وبصيت لقدام ان انا هعيش حياتي، يعني هعيش حياتي باذن الله، وهخف باذن الله تعالى. وحصل اللهم لك الحمد. كنت ماشيه في المسح، عملت مسح ذري 3 مرات، وكل نتيجه كانت بتبقى اللهم لك الحمد، كانت بتبقى مبهره جدا. ولغايه دلوقتي انا بكلم حضرتك، وجيت لك بنفسي عشان ان انا اطمن حضرتك. احنا مطمنين عليكي ومبسوطين جدا، والحمد لله. اللهم لك الحمد. يعني ان المرض يطلع من جسمك دي حاجه مش سهله، ده كرم كبير قوي من عند ربنا. الحمد لله.
وهنفضل على المتابعة إن شاء الله رب وربنا العالمين. وربنا يبارك لك إن شاء الله ويديكي ألف صحة وخير إن شاء الحمد لله الله، ونفرح بأولادك الله يخليك إن شاء الله بإذن الله. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. الحمد لله. بس أنا بقول للجميع إن هم محدش ييأس أبدا بجد. لازم أهم حاجة تحدي، إيجابية، ثقة بالله، وأهم حاجة الرضا فعلا بزي. ترضى من قلبك. ده انا عملته اللهم لك الحمد، ولغايه اللحظه دي الحمد لله انا زي الفل، مفيش اي حاجه، ومكمله باذن الله جلسات وثائقيه والله المستعان. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك ان شاء الله، وديكي الف خير. تسلمي. تسلمي الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك.